بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اصدر 3D PDF من ملف الريفت؟ في اداة ممكن اسطبها اسمها 3D PDF اكسبورتر، دي بتدوس هنا هتلاقي تحميل الاداة اسفل وصف الفيديو على اليوتيوب. بيبدأ يصدر لي الموديل كله للبي دي اف. هيسألني انا عايز اسيف الحاجات دي فين، هقول له مثلا سيفها لي على الاف اوبشن. تبدأ تشوف بقى السايز، الاورجانيزيشن، هل انت عايز 2D ولا 3D؟ طبعا عايز 3D، وانا ما كنتش استعملت الاداة ديت، فبقول له اوكي. فهو بيبدأ يصدر لي الحاجات ديت. ودلوقتي باجي بفتح الملف البي دي اف، هقول له اوبشن، هقول له انا واثق في الملف ده افتحه لي، فبيبدا يفتحه لي 3D. تقدر تشوف الملف كله 3D دلوقتي. هيظهر لك الموديل بالشكل دوت، تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز، تقدر تغير الاضاءة، تغير الشكل، تقدر تاخد سيكشن، تقدر تغير الخلفية، تقدر تشوف ايه الحاجة اللي في الموديل اللي انت مش عايز تظهرها وتخفيها.